اقتسم صديقان قديمان حول أمر تافه، ونشب بينهما جدال لم يحاول أي منهما التخفيف من حدته. تطور الجدال والتهبت الحماسة وعلى الصراخ واشتد الغضب، فتدخل صديق مصلحا بينهما محاولا تهدئة غضبهما، قال: تعالى معي. ثم أخذهما إلى بركة ماء صغيرة ساكنة وطلب منهما أن ينظر إلى انعكاس صورتهما في الماء، ثم تناول عصا وحرك الماء بقوة محولا إياه إلى ماء موحل، قال: أتريان نفسيكما الآن؟ طبعا لا تريانهما وسط هذا الاضطراب. ابتعد قليلا ريثما يهدأ الماء، ثم عودا وستريان وجهيكما الحقيقيين مجددا. عاد كل من الرجلين إلى بيته يفكر في معنى الدرس، وبعد وقت قصير أدرك كلاهما أن خلافهما تافه ولا معنى لها، فعادا صديقين حميمين كما كانا دائماً.